ودلوقتي جمعتنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة. والنهاردة هيتم إطلاق الدورة، فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان في مجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار هنا نصلي معا. والنهاردة آخر يوم في تقديم خريجي الجامعات لكلية الشرطة دفعة 2022. وأيضا النهاردة ختام الأنشطة الصيفية بمركز طلعت حرب. خلينا نتابع. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الأديان في مجمع الأديان بمصر القديمة تحت شعار هنا نصلي معاً. الفعاليات هتبدأ الساعة 8 بالليل. النهاردة آخر يوم في تقديم خريج الجامعات للالتحاق بكلية الشرطة للحاصلين على ليسانس الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية اللي بتمثل احتياج في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد. كمان النهاردة هيختتم مركز إبداع طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية النشاط الصيفي السنة دي، وهيتم تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، منها إقامة ندوة بعنوان آثار مصر الإسلامية الساعة 5 بالليل، والساعة 6 هيتم افتتاح معرض فني في مجالات الخط العربي والتطريز والطباعة.